بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله تعالى اليوم موضوعنا مهم وجدا 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 مهم، وهو السايبر بولينج أو التنمر الإلكتروني وكيف تحمي نفسك منه. هذا الموضوع للأسف منتشر بشكل كبير على منصات الانفصال الاجتماعي، وآثاره جدا خطيرة وتؤثر لفترات زمنية طويلة جدا. لذلك أنا حبيت أن أطرح هذا الموضوع، وأتمنى أن يجد آذان صاغية وتعاون من جميع الأشخاص سواء الموجودين في القناة أو من أي شخص يشاهد هذا الفيديو، أنه يحاول ينشره ويحاول يوعي الناس اللي حوله من هذا الموضوع السيء اللي حقيقة يعني يوجد كثير من الناس يهملون أن الإنترنت هو سبب كثير في مشاكلهم النفسية ومشاكلهم العاطفية ومشاكل الاجتماعية. لذلك حبيت أن أنوه على هذا الأمر. التنمر الإلكتروني أو سايبر بلينك هو تنمر باستخدام التقنيات الرقمية يمكن أن يحدث على وسائل الانفصال الاجتماعي ومنصات المراسلة ومنصات الألعاب والهواتف المحمولة، وهو سلوك متكرر يهدف إلى تخويف أو إغضاب أو فضح المستهدفين والتلاعب بمشاعرهم. أشكال التنمر الإلكتروني: 1- نشر الأكاذيب والإشاعات حول شخص ما، نشر صور أو مقاطع فيديو محرجة لشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي، إرسال رسائل أو صور أو مقاطع فيديو مؤذية ومسيئة أو تهديدية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو منصات الرسائل الأخرى، انتحال شخصية شخص ما وإرسال رسائل بذيئة للآخرين نيابة عنه أو من خلال حسابات وهمية، إنشاء صفحة ويب تسيء أو تسبب الأذى لشخص ما، تهديد شخص ما بالإساءة إليه أو فضحه وما إلى ذلك، نشر أسماء أو تعليقات أو محتوى مسيء عن عرق أو دين أو بلد أو أي خصائص شخصية أخرى على الإنترنت. الدوكسينج هو شكل مختصر لكلمة الدوكمنتس، وهو شكل من أشكال المضايقات عبر الإنترنت، ويستخدم للانتقام وتهديد خصوصية الأفراد وتدميرها عن طريق نشر معلوماتهم الشخصية بما في ذلك العناوين وعناوين ضمان اجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان والهواتف والروابط إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الخاصة الأخرى. الآثار الجانبية للتنمر الإلكتروني، وأتمنى يا أخوان أنكم تركزون في هذه النقطة. عندما يحدث التنمر عبر الإنترنت قد تشعر كما لو أنك تتعرض للهجوم من كل مكان حتى داخل منزلك، قد يبدو أنه لا مهرب منه، حيث يمكن أن تستمر التأثيرات لفترة طويلة وتؤثر على الشخص بعدة طرق: 1- عقليا، الشعور بالضيق والحرج والغباء وحتى الخوف والغضب. 2- عاطفيا، الشعور بالخجل أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي يحبها. جسديا، التعب وقلة النوم أو المعاناة من أعراض مثل آلام المعدة والصداع. إن الشعور بالسخرية أو التحرش من قبل الآخرين يمكن أن يمنع الشخص الضحية من التحدث أو محاولة التعامل مع المشكلة، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدي التسلط عبر الإنترنت إلى انتحار الأشخاص. الفرق بين المزح والتنمر الإلكتروني: يمزح جميع الأصدقاء مع بعضهم البعض، ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما يقصد المزح فقط أو يحاول الإيذاء خاصة عبر الإنترنت. أحيانا يوضحون الأمر بقولهم أمزح فقط، أو لا تأخذ الأمر على محمل الجد، ولكن إذا شعرت بالأذى أو اعتقدت أن الآخرين يضحكون عليك بدلا من أن يضحكوا معك، فهذا يعني أن النكتة قد تسببت في إيذائك. إذا استمر حتى بعد أن طلبت من الشخص التوقف وما زلت تشعر بالضيق حيال ذلك، فقد يكون هذا تنمرا. إذا شعرت بالسوء ولم يتوقف الأمر فهذا يكون تنمرا ويستحق الأمر الحصول على المساعدة. فإيقاف التنمر الإلكتروني لا يقتصر على استدعاء المتنمرين فحسب، بل يتعلق أيضا بإدراك أن كل شخص يستحق الاحترام عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية أيضا. كيف يؤثر التنمر الإلكتروني على صحة الأشخاص النفسية؟ شارك أحد الطلاب أن جميع أشكال التنمر تؤذي سواء شخصيا أو من خلال التكنولوجيا، والنتيجة النهائية هي أن التنمر بأي شكل من أشكال يضر عاطفيا. فعندما تتعرض للتنمر عبر الإنترنت قد تبدأ في الشعور بالخجل والتوتر والقلق وعدم الأمان بشأن ما يقوله الناس أو ما يفكرون فيه عنك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الانسحاب من الأصدقاء والعائلة والأفكار السلبية والتحدث مع النفس والشعور بالذنب حيال أشياء فعلتها أو لم تفعلها، أو الشعور بأن الحكم عليك سلبيا. من الشائع أيضا الشعور بالوحدة والإرهاق والصداع المتكرر والغثيان أو آلام المعدة. قد تفقد دافعك للقيام بالأشياء التي عادة ما تستمتع بفعلها، وتشعر بالعزلة عن الأشخاص الذين تحبهم وتثق بهم. هذا يمكن أن يديم المشاعر والأفكار السلبية التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحتك النفسية والعقلية. حقيقة تختلف آثار التسلط عبر الإنترنت على الصحة النفسية اعتمادا على الوسيط الذي يحدث من خلاله. على سبيل المثال، أثبت التنمر عبر الرسائل النصية أو من خلال الصور أو مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أنه ضار جدا بالمراهقين. يمكن أن يكون التحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة أو مستشار المدرسة
الذي تثق به الخطوة الأولى للحصول على المساعدة. الحماية من التنمر الإلكتروني. في وقتنا الحالي الاتصال بالإنترنت أمر ضروري، لكنه يأتي مع مخاطر تحتاج إلى الحماية منها. هنا بعض الإجراءات التي من شأنها حمايتك من مخاطر التنمر الإلكتروني. 1- احمي خصوصيتك. فكر مليا قبل نشر أو مشاركة أي شيء على المنصات الرقمية، فقد يظل على الإنترنت إلى الأبد ويمكن استخدامه لإيذائك لاحقا. إضافة إلى ذلك، لا تشارك ولا تعطي تفاصيل شخصية مثل عنوانك أو رقم هاتفك أو اسم مدرستك. 2- اطلب المساعدة. إذا تعرضت للتنمر الإلكتروني وتكرر الأمر، لا تتجاهل الأمر. أخبر والديك إن كنت طالبا أو السلطات والجهات المختصة إذا كنت شخصا بالغا، واحتفظ بالدلائل على أنك تعرضت للتنمر من قبل شخص ما. على سبيل المثال، قم بأخذ لقطة للشاشة على سبيل المثال. تعرف على إعدادات الخصوصية لمنصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك. فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها، يمكنك تحديد من يمكنه رؤية ملفك الشخصي أو إرسال رسائل مباشرة إليك أو التعليق على منشوراتك عن طريق ضبط إعدادات خصوصيات حسابك. يمكنك الإبلاغ عن التعليقات والرسائل والصور ومقاطع الفيديو المؤذية وطلب إزالتها. إلى جانب إلغاء الصداقة، يمكنك حظر الأشخاص تماما لمنعهم من رؤية ملفك الشخصي أو الاتصال بك. يمكنك أيضا اختيار أن يكون لديك تعليقات من قبل أشخاص معينين لتظهر لهم فقط دون حظرهم تماما. حاول أن تحذف المنشورات في ملفك الشخصي أو إخفائها عن أشخاص محددين. اطمئن، ففي معظم منصات الانفصال الاجتماعي لا يتم إشعار الأشخاص عندما تقوم بحظرهم أو تقييدهم أو الإبلاغ عنهم. من يمكنه تقديم المساعدة إذا تعرضت للتنمر الإلكتروني؟ لكي يتوقف التنمر يجب تحديده والإبلاغ عنه. إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتنمر، فإن الخطوة الأولى هي طلب المساعدة من شخص تثق به مثل والديك أو أحد أفراد الأسرة المقربين أو شخص بالغ موثوق به. في مدرستك يمكنك التواصل مع مستشار أو مدرب رياضي أو معلمك المفضل، أما عبر الإنترنت أو شخصيا. إذا تم تهديدك وشعرت أنك في خطر، يجب إخبار الشرطة أو السلطات والجهات الأمنية المختصة في بلدك، ولا تتردد نهائيا ولا تخاف من هذا الموضوع. إذا لم تكن مرتاحا للتحدث إلى شخص تعرفه، فابحث عن خط مساعدة في بلدك للتحدث إلى مستشار معترف مثل جمعيات حماية الأسرة وجمعيات حماية من التعريف الأسري. إذا كان التنمر يحدث على منصة اجتماعية، ففكر في حظر المتنمر والإبلاغ رسميا عن سلوكه على المنصة نفسها، حيث تلتزم منصات الانفصال الاجتماعي بالحفاظ على أمان مستخدميها. قم بجمع الأدلة مثل الرسائل ولقطات الشاشة لمشاركات منصات التواصل الاجتماعي لإثبات ما يجري والنجاح في محاسبة المتنمرين. خاتمة، إذا تعرضت للتنمر عبر الإنترنت، فقد تشعر بالرغبة في حذف تطبيقات معينة أو البقاء في وضع عدم اتصال لفترة من الوقت لمنح نفسك وقتا للتعافي، لكن الابتعاد على الإنترنت ليس حلا طويل الأمد. فأنت لم تفعل شيئا خاطئا، فلماذا تكون محروما؟ بل أنه قد يرسل إلى المتنمرين إشارة خاطئة تشجعهم على سلوكهم غير المقبول. نحن بحاجة إلى التفكير مليا فيما نشاركه أو نقوله والذي قد يؤذي الآخرين. نريد جميعا إيقاف التنمر عبر الإنترنت، وهذا أحد أسباب أهمية الإبلاغ عن التنمر عبر الإنترنت. فنحن بحاجة أن نكون لطفاء مع بعضنا البعض عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية، وعلينا أن نعي أن الجميع يستحق الاحترام ويعتبر هذا الأمر مسؤولية الجميع. ختاما ونهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.